هذه اللوحة تحمل عنوان Rest on the flight into Egypt، أي استريح في الرحلة إلى مصر. رسمها الإيطالي تيتيان عام 1510. تعرضت اللوحة للسرقة مرتين، الأولى من قبل القوات الفرنسية في فيينا عام 1809 والثانية عام 1995، لكن محققاً يعمل في مجال الفنون عثر عليها بعد 7 سنوات داخل حقيبة في محطة للحافلات جنوب غربي لندن. لوحة استريح في الرحلة إلى مصر ستعرض في مزاد Old Masters Part 1 الذي ستنظمه دار كريستز للمزادات ببريطانيا في 2 يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 32 مليون دولار. مدير دار كريستز في بريطانيا أورلاندو رو قال إن اقتناء نابليون ولورد باث الرابع للوحة يذكرنا مجدداً بمدى جمالها. أما هنري بيتيفر نائب الرئيس الدولي للوحات كبار الفنانين القدامى لدى دار كريستز فقال من النادر للغاية أن تصل لوحة بهذه الأهمية إلى سوق المزادات. بعدما شاهدتم وسمعتم، هل تفكرون باحتراف الرسم؟